أهلا بكم في هذه الجولة الصحفية الجديدة مع أبرز ما طالعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. بداية الجولة بالصحافة المحلية ومنشطات صحيفة الأهرام. الرئيس السيسي يتابع استعدادات عيد الأضحى المبارك، توفير السلع بأسعار مناسبة وطوارئ في أجهزة الدولة. في أول زيارة من وزير خارجية لدول البلطيق، شكري يؤكد مصر تحترم حرية الرأي والتعبير. اليوم آخر موعد للتنسيق الإلكتروني للدبلومات وإعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة الأحد. إلى منشطات صحيفة الأخبار، الرئيس للإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب مسؤولية الأزهر كبيرة في تجديد الخطاب الديني ومواجهة التطرف. السيسي يتابع الموقف الاقتصادي في اجتماع وزاري. وزير الرياضة خالد عبد العزيز الرئيس طلب دعم مشاركة الشباب في الانتخابات المحلية. شكري في استونيا، التغطية الإعلامية للجزيرة القطرية متلاعبة. ومن عناوين صحيفة الشروق، غدا السيسي يرأس أول اجتماع للمجلس الأعلى للإرهاب والتطرف. انفراج في أزمة جزيرة الوراق. البحرين تتهم قطر بالتخطيط لقلب نظام الحكم. قرقاش يقول الإمارات تدرك قوة دورها ضمن فريق تقوده السعودية ومصر. أسك الحديد، تذاكر العيد الإضافية الأسبوع المقبل بدون زيادة في الأسعار. ونقرأ أيضا من صحيفة المصري اليوم، بشائر الخير، النيل يسجل أعلى منسوب له منذ 100 عام، تحذيرات من فيضانات خطيرة في السودان، ومصادر تقول لن تؤثر على السد العالي، إخلاء سبيل 8 من الوراق والأهالي يشكرون الوزير، رفض الشق المستعجل في بيع أرض الدلتا وإحالتها للخبراء. عرفات يبحث تطوير السكة الحديد مع شركتين عالميتين. من اليوم السابع نطالع وقف تعامل الجهات الحكومية بالشيكات الورقية في نوفمبر القادم. وزير الأوقاف يشدد ساحات صلاة العيد ممنوعة على الفصائل السياسية. 3 مناطق استثمارية جديدة بكفر الشيخ وشرم الشيخ والقليوبية. دور يا موتور، ماكينات غزل المحلة تعمل من جديد. ونبقى في مطالعتنا الصحفية مع اليوم السابع ومقال الأستاذ سعيد الشحات الذي رصد فيه أزمة مصانع الغزل والنسيج التي يتكرر فتحها مع كل إضراب للعمال. القضية التي يجب الالتفاف إليها بجدية هي مستقبل صناعة الغزل والنسيج في مصر، فبعد أن كانت مصر واحدة من الدول المتقدمة فيها تراجعت في السنوات الأخيرة بعد أن تم إهمال هذه الصناعة بمكوناتها المختلفة. أما الآن ففي ظل الرغبة المحمومة في دوران عجلة الإنتاج وتشغيل المصانع العاطلة وإنشاء الجديد، فإنه من الضروري أن تكون هناك كلمة الفصل بالتوجه لكل الوسائل التي تساعد على عودة نهضتنا في هذه الصناعة. المطلوب الآن التصدي بإرادة قوية لهذا الملف ووضع في أجندة العلاج ما دمنا نرغب في تعظيم طاقاتنا الإنتاجية باعتبارها الوسيلة الأهم للعبور نحو المستقبل. ونتحول إلى عناوين الصحف العربية، والبداية بصحيفة الخليج الإماراتية التي كتبت غارات للتحالف الدولي توقع مزيدا من القتلى بمدينة الرقة، مناشدات لفتح ممرات آمنة لآلاف المحاصرين السوريين شرقي حماة، القوات العراقية تقتحم تل عفر بدعم أمريكي، والحدود اللبنانية السورية خالية من داعش وحملة الجرود تطوقه في رأس الكف. أما صحيفة الشرق الأوسط فكتبت في عناوينها، أمريكا تبحث وجودها في العراق بعد داعش، الحوثيون يعلنون حالة طوارئ لمواجهة تصعيد صالح، لبنان 20 كيلومترا مربعا تفصل الجيش عن هزيمة داعش، ميليشيات إيران 60 ألف مسلح ودمشق قلبها. من صحيفة السياسة الكويتية نطالع، تأجيل محادثات السلام السورية في أستانا إلى الشهر المقبل. وزير الخارجية اليمني، إيران مستمرة في دعم الحوثيين وهي السبب في الأزمة باليمن. حوالي 2 مليون حاج وصلوا السعودية لأداء المناسك، وأمطار الخير تغمر مكة والعيد مطلع سبتمبر. وإلى منشطات صحيفة الحياة اللندنية، واشنطن ترى في استفتاء الأكراد كارثة، دفاعات داعش ضعيفة ومسلحوه يتراجعون إلى قلب مدينة تل عفر. مستقبل الأسد ينهي اجتماع المعارضة من دون نتائج ملموسة.
الأقصى على وشك الانهيار بسبب الحفريات الإسرائيلية. من صحيفة الدستور الأردنية نطالع: عشرات الإصابات في مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي بالعيزرية شرق القدس، ومخططات جديدة لمستعمرات يهودية في الجليل والنقب. الأمم المتحدة: 30,000 مدني محاصرون بسبب معارك تل عفر. مقتل جندي وإصابة 4 من الجيش اللبناني بانفجار لغم بمحيط عرسال. محطتنا هذه المرة مع مقالات الصحف العربية. نطالع من صحيفة الوطن السعودية مقالا تحت عنوان الكوليرا الحوثية. يعاني الأشقاء في اليمن من مأساة الكوليرا التي بدأت مع استحواذ الحوثي الغاشم على مدينة صنعاء. وتعد الأسباب الرئيسية لانتشار هذا المرض في صنعاء هو عدم توفير مياه الشرب النظيفة والإهمال الكبير من ميليشيات الحوثي لصيانة شبكات الصرف الصحي وتكدس القاذورات والمخلفات في شوارع صنعاء. وقد سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 1915 حالة وفاة منذ 27 من إبريل الماضي. لقد عانى الشعب اليمني الشقيق الأمرين في العقود الثلاثة الماضية مع الرئيس المخلوع من ويلات الجوع والحروب والمآسي الصحية، والآن نرى إنجازات الحوثي باحتلال صنعاء، وأضخم تلك الإنجازات وباء الكوليرا. نتحول للصحف العالمية، والبداية من نيويورك تايمز الأمريكية. أمام حشد كبير من الأمريكيين، ترامب يلقي باللوم على الإعلام ويحمله مسؤولية الانقسامات العميقة الراهنة. الرئيس الأمريكي يدافع عن تصريحاته السابقة حول أحداث العنف العنصرية في تشارلزفيل. توقعات بإعفاء رئيس الأسطول السابع اليوم من منصبه بعد تكرار حوادث التصادم ومصرع 12 بحارا منذ مطلع العام الجاري. من الاندبندنت البريطانية نقرأ: تقرير للأمم المتحدة يكشف عن قيام كوريا الشمالية بإرسال سفينتين محملتين بأسلحة كيماوية لوكالة سورية مسؤولة عن البرنامج الكيميائي خلال 6 أشهر الماضية. وفريق من المحققين بالمنظمة يتقصى الحقائق. إيران تحذر من الممكن أن نقوم بتخصيب اليورانيوم خلال 5 أيام إذا ما انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي. إلى صحيفة دي تايت الألمانية كتبت تقول: بعد فترة وجيزة من إشادة ريكس تيلرسون بمستوى ضبط النفس الذي أبدته كوريا الشمالية، كيم جونغ أون يأمر قواته بتصنيع المزيد من قطع الصواريخ. أعضاء في البوندستاغ الألماني يطالبون بفرض عقوبات على عائلة أردوغان، وسياسيون يتوقعون خروج تركيا من حلف الأطلنطي في وقت ليس ببعيد. نطالع من الصحف الفرنسية من لوموند في جولته الأولى: ماكرون يتعمد بث الفرقة بين بلدان أوروبا الشرقية السابقة. الرئيس الفرنسي يجتمع مع 4 من زعماء دول وسط أوروبا من دون المرور على بوابتي بودابست ووارسو. في الملف الأفغاني، الولايات المتحدة تتقرب إلى الهند وتمارس ضغوطا على باكستان. ونرصد من عناوين هآرتس الإسرائيلية: نحو 3500 مستوطنة تم بناؤها على أراض خاصة بالفلسطينيين. هذه المباني غير القانونية قد يتم إطفاء الصبغة الشرعية عليها بموجب قانون الاستيلاء على الأراضي المثير للجدل. نتنياهو لبوتين: يجب على روسيا والولايات المتحدة التعاون للحد من الوجود الإيراني في سوريا. وفي مقال لها اعتبرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الاستراتيجية التي رسم ملامحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل يومين حول أفغانستان تعد تراجعا عن وعوده الانتخابية. في خطاب مهم له قبل يومين في فيرجينيا، تراجع دونالد ترامب عن أحد وعوده الانتخابية بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان والحد من الإنفاق العسكري في واحدة من أطول الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة. وبمقارنة تغريداته السابقة عام 2013، فإن قراره اليوم بزيادة عدد القوات في أفغانستان يعد بمثابة نقطة تحول على مضمار رئاسته. حقيقة إذا كان ترامب يريد إقرار السلام في هذا البلد الذي يعاني على مدار عقود، فعليه هو وأعضاء الناتو إنفاق المزيد من الأموال لوضع حد لهذه الحرب الدموية والمأساوية. وآخر وقفتنا مع رسوم الكاريكاتير الأبرز في صحفنا اليوم.
ختام جولتنا الصحفية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.